نحن نعيش في اسفل طبقه الغلاف الجوي والتي تدعى طبقه التروبوسفير وتتالف هذه الطبقه من مجموعه غازات حيث يشكل غاز النيتروجين 78% وغاز الاكسجين 21% و1% غازات اخرى مختلفه يشكل غاز ثنائي اكسيد الكربون النسبه العظمى فيها يوجد العديد من المواد في الحالة الغازية تحت ظروف ضغط واحد أتموسفير ودرجة حرارة 25 سيليزي. تشغل الجزيئات الغازية في الظروف القياسية فقط واحد بالعشرة بالمئة من الحيز الذي تحتله. أما الباقي فيكون فراغ. لذلك فإن كل جزيء من الغاز يتصرف بشكل مستقل تقريبا. ونتيجة لذلك يمكن للغاز أن يضغط ويصغر حجمه بشكل كبير وممكن إسالته بالضغط والتبريد فيصبح حجمه صغير مقارنة بحجمه وهو غاز فحجوم الغازات تتأثر كثيرا بالضغط ودرجة الحرارة وبعوامل أخرى ومن العوامل المؤثرة على الغازات الحجم يرمز له بالحرف V ويقاس بوحدات اللتر L او الملي لتر mL درجة الحرارة هناك وحدتان للتعبير عن درجة الحرارة هي الدرجة السيليزية C ويرمز لها T small ودرجة كلفن K ويرمز لها T capital ولتحويل الدرجة السيليزية الى درجة كلفن نستخدم العلاقة الآتية T capital Gilvin تساوي T small سيليزي زائد 273 الضغط ويرمز له بالرمز P ويقاس بوحدة الجو أتموسفير والباسكال PA وللتعرف على تأثير هذه العوامل على الغازات اضغط على الأزرار الموجودة أمامك قام العالم البريطاني روبرت بويل بأول تجربة لاختبار علاقة الحجم والضغط للغازات، حيث لاحظ أن حجم الغاز يقل كلما زاد الضغط المسلط عليه عند ثبوت درجة الحرارة وكمية الغاز، وكما موضح أمامك، حيث زاد الضغط من واحد أتموسفير إلى اثنان أتموسفير بثبوت درجة الحرارة 300 كيلفن كلفن. وقد وضع بويل قانونه الشهير الذي ينص على أن يتناسب حجم الغاز عكسيا مع الضغط المسلط عليه عند ثبوت درجة الحرارة وكمية الغاز أي أن الحجم V يتناسب عكسيا مع الضغط P وتكون العلاقة الرياضية بينهما بإدخال ثابت التناسب K أي أن حاصل ضرب الضغط والحجم بأي حالة يساوي كمية ثابتة عند درجة حرارة وكمية الغاز ثابتة إن جميع الغازات تتمدد في الحجم عندما ترتفع درجة حرارتها يمكن عمليا قياس الزيادة في الحجم بزيادة درجة الحرارة وذلك بحبس كتلة ثابتة لغاز في اسطوانة مزودة بمكبس حيث إن الكتلة فوق قمة المكبس ثابتة والعينة من الغاز تبقى عند ضغط ثابت واحد أتموسفير ويلاحظ إنه كلما سخن الغاز من 300 جلفن إلى 600 كلفن فإن المكبس يتحرك للخارج ويزداد الحجم للغاز وهذا هو قانون شار الذي ينص على أنه يتناسب حجم كمية محدودة من الغاز تناسبا طرديا مع درجة الحرارة المقاسة بالكلفن عند ثبوت الضغط وكمية الغاز أي أن الحجم V يتناسب طرديا مع درجة الحرارة T وبادخال ثابت تناسب للعلاقه يكون فيه الحجم الى درجه الحراره يساوي كميه ثابته عند ضغط ثابت. عندما يسخن غاز ذا حجم ثابت داخل اسطوانه يزداد الضغط المسلط والسبب يعود الى انه بارتفاع درجه الحراره تزداد الطاقه الحركيه للجزيئات وبالتالي يزداد عدد اصطداماتها بجدران الاسطوانه مما يؤدي الى زياده الضغط المسلط من قبل الغاز على جدرانها وعندما يبرد الغاز بحجم ثابت يقل الضغط وهذا ما يعرف بقانون غايلوساك والذي ينص على انه يتغير ضغط كتله معينه من الغاز تغيرا طرديا مع درجه حرارته المقاسه بالجلفن إذا كانت كميته وحجمه ثابتان أي إن الضغط P يتناسب طرديا مع درجة الحرارة T وبإدخال ثابت التناسب يصبح P يساوي ثابت K في T أي إن P على T يساوي كمية ثابتة وجد العالم الإيطالي أفوغادرو إنه عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة فإن حجم الغاز يتناسب طرديا مع كميته حيث إن كمية الغاز تقاس بعدد مولاته N وقانون أفوغادرو ينص على أنه تحتوي الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة على عدد متساو من المولات عند ثبوت درجة الحرارة والضغط أي أن الحجم V يتناسب طرديا مع عدد مولات الغاز N وبإدخال ثابت التناسب يصبح V يساوي الثابت k في n، أي أن v على n يساوي كمية ثابتة. يمكن بشكل عام الربط بين قوانين الغازات الأربعة المذكورة سابقًا مع بعضها البعض بعلاقة رياضية وهي PV يساوي nRT، يطلق عليها القانون العام للغازات، وهي معادلة الغاز المثالي. حيث P الضغط بالجو أتموسفير و V الحجم باللتر L وعدد المولات N بالمول و R ثابت الغاز و T بالجلفن K عندما نريد إيجاد قيمة R نأخذ مول واحد من أي غاز مثالي في الظروف القياسية N تساوي واحد V تساوي 22.414 لتر P تساوي 1 أتموسفير. T تساوي 273 جيلفن. R تساوي PV على NT وتساوي 1 أتموسفير في 22.414 ل على 1 مول في 273 جيلفن. R تساوي 82 بالألف أتموسفير لتر على مول في جيلفن.